بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد فالحديث عما ينبغي ان يقوله المسلم اذا عرض له الشيطان همزا او نفثا او نفخا او وسوسه. والذي يقال في هذا المقام هو ذكر الله تبارك وتعالى لان ذكر الله عز وجل طارد للشياطين ولهذا قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون فالشيطان قرين لمن لا يذكر الله ومصاحب له وأما من يذكر الله تبارك وتعالى فإن الشيطان لا يقربه ولا يأتي حوله. عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى ابن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. وإنه كاد أن يبطئ بها فقال عيسى عليه السلام: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى عليه السلام: أخشى إن سبقتني بها أن يُخسف بي أو أُعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف. فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأد إلي فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده. فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك. فكلهم يعجب او يعجبه ريحها، وان ريح الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقه، فان مثل ذلك كمثل رجل اسره العدو، فاوثقوا يده الى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال انا افتيه منكم بالقليل والكثير، ففدا نفسه منهم، وآمركم ان تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، رواه الترمذي. فهذا مثل الذي يذكر الله كمثل الذي دخل في حصن حصين وحرز مكين فلا سبيل إلى عدوه أن يصل إليه أو أن يتعرض له بشيء من الأذى، والشيطان عدو بني آدم، والله سبحانه أخبرنا بذلك وأمرنا أن نتخذه عدوا، وأرشدنا سبحانه إلى ما يكون به اتقاء الشيطان والسلامة من كيده وشره، وأعظم ما يكون في هذا الباب الاستعاده بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون وقال تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم وقال تعالى قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس والاستعاذه اعتصام بالله والتجاء الى الله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم ومعنى اعوذ بالله او استعيذ بالله اي اطلب من الله ان يعيذني وألجأ إليه أن يعصمني من الشيطان، وأن ينجيني من كيده ومكره ونفثه. ومن استعاذ بالله أعاذه، ومن اعتصم بالله هداه إلى صراطه المستقيم. والاستعاذة طاردة للشيطان، وتعد حصنا حصينا للعبد يقيه بإذن الله من الشيطان الرجيم. والشيطان يلقي الوساوس على العبد وذكر الله والتعوذ به منه يطرده كما وصفه الله تبارك وتعالى في اخر سوره من القرآن بأنه وسواس خناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى هذه الآيه: قال الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سها وغفل وسوس فإذا ذكر الله خنس وكذا قال مجاهد وقتاده. فبالاستعاذة بالله وذكره تبارك وتعالى يخنس الشيطان ويبتعد عن الإنسان ولا يقترب منه وقوله تعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون هذا أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من الشياطين ومن شرورهم لأنهم لا تنفع معهم الحيل ولا ينقادون بالمعروف، فالنجاة منهم بالاستعاذة بالله. وفسرت همزات الشياطين بنفخهم ونفثهم، وفسرت بخنقهم وهو الموتة التي تشبه الجنون. وفسرت بنزغاتهم ووساوسهم. قال ابن القيم رحمه الله: فهمزات الشياطين دفعهم الوساوس والإغواء إلى القلب. قال وقد يقال وهو الأظهر إن همزات الشياطين إذا أفردت دخل فيها جميع إصاباتهم لابن آدم وإذا قننت بالنفخ والنفث كانت نوعا خاصا كنظائر ذلك ومعنى قوله وأن يحضرون أي أن يحضروا المكان الذي أنا فيه فوتعود منهم وتعود من اتيانهم للمكان الذي هو فيه قال العلامه الشنقيطي رحمه الله والظاهر في قوله تعالى واعوذ بك رب ان يحضرون ان المعنى اعوذ بك ان يحضرني الشيطان في امر من الامور كائنا ما كان سواء كان ذلك وقت تلاوه القران كما قال تعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم او عند حضور الموت او غير ذلك من جميع الشؤون في جميع الاوقات وقد جاءت السنه بأذكار يشرع للمسلم ان يقولها اذا عرض له الشيطان، لها اثرها العظيم في طرد الشيطان والسلامه من شره. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا نودي للصلاه ادبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضى النداء اقبل. حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل رواه البخاري ومسلم قوله إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين أدبر أي ول هاربا لأن صوت الأذان يزعجه ويصك مسامعه ولا يستطيع أن يبقى في المكان الذي فيه الأذان وهذا فيه فضيلة التوحيد والتعظيم لله، فألفاظ الأذان ألفاظ توحيد وتكبير وتعظيم لله تبارك وتعالى، وهذا أعظم طارد للشيطان، ولهذا جاء في الحديث أن من قرأ آية الكرسي التي هي آية التوحيد لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، قال أبو الجوزاء رحمه الله: ما للشيطان طارد عن القلب غير لا اله الا الله، ثم تلا: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فالتوحيد يطرد الشيطان ويبعده من المكان تماما. الحاصل أن الشيطان عندما يسمع ألفاظ الأذان مدوية يولي هاربا حتى لا يسمع التأذين، ثم إنه يبقى بعيدا إلى أن ينتهي الأذان ثم يرجع. وهذا فيه أن الشيطان لا يكل ولا يمل في أداء مهمته الإغواء، فمع أن الأذان يؤذيه هذا الأذى ويضايقه هذه المضايقة، إلا أن عنده جلد وصبر على الإغواء والصد عن دين الله، ولذا يرجع مباشرة، ولهذا قال: فإذا قضى النداء أقبل، أي مجرد ما يفرغ من الأذان ذلك الصوت الذي يؤذيه ويضايقه فإنه يرجع إلى المكان مباشرة، فإذا ثوب بالصلاة أي أقيمت أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل أي رجع، فهو يرجع في هذه الفترة بين الأذان والإقامة ولا ينتظر بعيدًا حتى يفرغ من الأذان والإقامة معًا، لأنه حتى هذه الفترة التي هي بين الأذان والإقامة التي يتهيأ فيها المسلم للصلاة ويعد نفسه فيها لصلاة مطمئنة لا يريد أن تبقى له بل يريد أن يخطر له فيها بالوساوس التي تضيع عليه تهيؤه واستعداده للصلاة مع أنه بين أمرين مزعجين له إلا أنه يرجع ويبقى ويتحمل ثم إذا أقيمت الصلاة أدبر ثم رجع أخرى بعد الفراغ من الاقامه وعن سهيل بن ابي صالح قال ارسلني ابي الى بني حارثه ومعي غلام لنا او صاحب لنا فناداه مناد من حائط باسمه قال واشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا فذكرت ذلك لابي فقال لو شعرت انك تلقى هذا لم ارسلك ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصحاص رواه مسلم يذكر سهيل ابن أبي صالح هذه القصة وهي أن والده أرسله إلى بني حارثة ومعه غلام لهم أي خادم فنادى مناد من حائط باسمه أي باسم ذلك الغلام فأشرف الذي معي على الحائط أي نظر بحثا عن هذا الذي ناداه فلم ير شيئا ولاحقه بسبب ذلك خوف لأن هذا شيء يخيف أن يسمع صوتا ولا يرى شخصا قال فذكرت ذلك لابي فقال لو شعرت انك تلقى هذا لم ارسلك اي تلقى هذه الشده او الخوف ولكن اذا سمعت صوتا فنادي بالصلاه لان النداء بها كما تقدم يطرد الشيطان. قال فاني سمعت ابا هريره رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر، هذا الدليل، فذكر له التصرف المناسب وأتبعه بالدليل، وقد أخذ من هذا أهل العلم أن الإنسان إذا كان في طريق أو في مكان وعرضت له الشياطين وخوفته أو سمع أصواتا أو نحو ذلك فإنه ينادي بالصلاة فإنها تبتعد عنه ولا تبقى في المكان الذي هو فيه، قال مالك رحمه الله استعمل زيد بن اسلم على معدن بني سليم، وكان معدنا لا يزال يصاب فيه الانسان من قبل الجن، فشكوا ذلك الى زيد بن اسلم فامرهم بالاذان، وان يرفعوا به اصواتهم ففعلوا فانقطع ذلك عنهم، واسال الله عز وجل ان يحفظنا اجمعين وان يوفقنا اجمعين وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب، وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.